دول متصاحبين، انما ده الكراش بتاعها، وهي دي الاكس بتاعته. فبقت المسميات دي متصاحبين، كراش، الاكس، بقت حاجات بنسمعها ونتعود عليها ونقولها، لدرجه انها بقت عاديه وما فيهاش مشكله. مفيش مشكله ان بنت تمنشن بنت تانية عند واحد في السوشيال ميديا وتقول ده الكراش بتاعي. مفيش مشكله ان واحد يعمل ستوري ويقول يلا يا جماعه تقولوا ايه للاكس بتاعكم، وتلاقي بنات طالعه بتعمل فيديو للاكس بتاعها. يا جماعه العلاقات دي كلها في دين الاسلام حرام. علاقه الحب المسموح بيها علاقه بعد الزواج. طب لو احنا حصل ما بيننا تعلق قبل زواج نعمل ايه؟ لا والله بنوعد بعض ونستنى بعض، غير كده حرام. انما المسميات، ان الشيطان يلعب معانا اللعبه دي، ودي لعبه صايعه جدا، يسميها لك اسامي تانية تعجبك فتوافق عليها تبقى متفق عليها مجتمعيا، خلاص كلنا بنقولها ما فيهاش مشكله، فيبقى الحرام عندنا حلال. اوعوا تقعوا في الوقعه دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هيجي زمن المسلمين يستحلوا الخمر، فالصحابه قالوا له ازاي وربنا بين حكمها؟ قال يسمونها بغير اسمها فيستحلونها. مفيش لا اكس ولا كراش ولا متصاحبين، في حب بعد زواج، وعد وانتظار في حلال طيب. اتفقنا؟ انا بحبكم في الله، اشوفكم بكره باذن الله، تابعوا هاشتاج الساعه 7 اطلع لي كل الفيديوهات. السلام عليكم.